دشنت منطقة الفروانية التعليمية معرض قسم دعم المسافدين الأول للحاسوب تحت شعار إنجاز إبداع تميز. ويأتي المعرض بهدف عرض إنجازات قسم دعم المسافدين في منطقة الفروانية التعليمية. وأكد المشاركون أن المعرض يهدف إلى دعم الأعمال التي يقوم بها المستفيدون في جميع مدارس المنطقة التعليمية، لافتين إلى أهمية إدخال التكنولوجيا في كل ما يتعلق بالعملية التعليمية، انطلاقا من أهميتها في تطوير العمل التربوي والتعليمي. ودعا القائمون على المعرض إلى أهمية توفير الدعم الفني اللازم للأنظمة والشبكات بهدف ربط المدارس مع المنطقة التعليمية والوزارة. هذا المعرض متميز لأول مرة، يتضح فيه طبعا كل ما تقوم به اللي هو دعم المستفيدين من أعمال داخل المدارس. طبعا كل مجموعة تخدم مناطق معينة في منطقة الفروانية. نهدف من خلال هذا المعرض بتقديم الخدمات التي يقدمها مهندسينا في الدعم الفني لمدارس وزارة التربية. التكنولوجيا الآن أصبحت من الضروري دخولها في العملية التعليمية، وكانت البدايات من تقريبا 10 سنوات بإدخال مختبرات الحاسوب لهذه المدارس، وتوسعنا الآن بوجود الخدمات الإدارية من خلال سجل الطالب والأنظمة الإدارية الأخرى في مدارس وزارة التربية. هذه الأنظمة والشبكات والأجهزة كان لابد من أن يكون لها دعم فني متكامل ومتواصل مع مدارسنا وكذلك مع المنطقة التعليمية، ومن خلال هذه الاحتياجات تم إنشاء أقسام دعم المستفيدين في المناطق التعليمية.